بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف بإذن الله في درسنا لهذا اليوم عن المتغيرات أو ما يعرف بالفاريابل، فلنتابع الدرس. المتغيرات في بي اتش بي تكتب بأس دولار على سبيل المثال. نلاحظ هنا هذا متغير، اسم متغير صحيح لأنه بدأ بحرف، لأنه في بي اتش بي يجب أن تبدأ بحرف أو أندرسكور على الشكل التالي، ثم بعد ذلك يمكن أن تكون حروف أو أرقام أو أي شيء، لكن في البداية أهم شيء في المتغيرات تكون بداية، سواء الحرف كما نلاحظ هنا أو الأندرسكور كما نلاحظ هنا، سواء يكون الحرف أندرسكور أي كما نلاحظ هنا يكون الحرف كابيتال أو أي شيء كما نلاحظ هنا. ما هو المتغير؟ المتغير هو عبارة عن اسم نخزن فيه البيانات. هذه البيانات موجودة في الذاكرة، مثلا لدينا مثال، لو نعمل على سبيل المثال value يساوي 10، نكون قد خزننا القيمة 10 في جهاز كمبيوتر، وال value يشير إلى القيمة الموجودة في الذاكرة. ولاسترجاع القيمة ما علينا إلا أن نكتب دولار value، فنقوم ب استرجاع القيمة التي قمنا بإدخالها، والقيمة التي تكون بجانب الاس دولار تشير إلى القيمة التي يدخلها المبرمج، وهذه القيمة تشير إلى القيمة المخزنة في الدائرة والتي تخزن الذاكرة عفوا، والتي تقوم بتخزين القيمة 10 لنا. فالمتغيرات لها أنواع، هناك عدة أنواع من المتغيرات كما نلاحظ هنا لدينا، سنعرف الآن، والتي تسمى ب scalar type. مثلا على سبيل المثال لو نعمل الفاليو تشيلي 10 يرمز له ب يسمى متغير انتجر، ويتم الرمز له ب انت على الشكل التالي اي رقمي. كذلك لدينا فاليو تاني يسمى هو يكون بفاصلة عشرية ويسمى فلوت أو دابل، هو النوع الثاني من أنواع المتغيرات كما نلاحظ ذلك. لدينا النوع الثالث كما نلاحظ هنا ويسمى بسترينج، وهو متغير نصي. المتغير الثالث لدينا كذلك متغير رابع، وهو متغير يأخذ إما أحد القيمتين، إما القيمة فولس أو القيمة ترو، ونسميه بوليان، وترمز للقيمة فولس وترو في الذاكرة. سنتعرف على ذلك لاحقا بالقيمة صفر بالنسبة لفولس وترو تأخذ القيمة واحد. كما نلاحظ هنا لدينا أربع متغيرات تعرفنا عليهم، وهؤلاء المتغيرات بأربعة يسمون بسكالر تايب. ما معنى السكالر تايب؟ السكالر تايب أي أن هذه الأجزاء لا يمكن تجزيئها مجددا لتصبح أكثر تجزئا، بل هي مجزأة إلى أقصى حد. كما نلاحظ هنا لدينا المتغير الأول يأخذ الأرقام الصحيحة ونسميه integer، نرمز له بانت. كذلك المتغير الثاني يأخذ الأرقام العشرية التي بها الفاصلة والكسور وما إلى ذلك، نسميه بفلوت أو دابل. لذلك المتغير الثالث هو الذي يأخذ النصوص، يمكننا كتابة نص لا نقوم ب لا بعدد حروف غير منحصر، لا نحصر العدد الحروف، يسمى string أو نصي. كذلك الفاليو الرابع او المتغير الرابع يسمى البوليان، ويأخذ اما القيمة ترو او القيمة فولس. والى هنا نكون قد انتهينا من درس الخاص بالمتغيرات، نلتقي مع الدرس المقبل بإذن الله.